السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلاب، اليوم رجعنا وياكم بدرس جديد تكملة الإملاءات للوحدة الأولى. عندي إملاءات الوحدة الأولى. بالدرس الماضي أخذنا التصنيف وعرفنا شنو التصنيف وأخذنا الإملاء. اليوم إن شاء الله نريد نكمل درسنا الجديد. درسنا الجديد اليوم إن شاء الله اللي هو الإضافات، إضافات الإل والإر والام والان والان والدس. راح نشوف هذني شلون نقدر نضيفهن للكلمات. عندي اكيد اني طريقه حل لكل وحده وشلون اقدر اضيفها. هاي مهمه بالامتحان الوزاري؟ نعم، كلش مهمه بالامتحان الوزاري، فارجو من عندكم تصغولي يا اعزائي الطلاب. عندي اولا تضاف فقط الى الصفات التي تبدا بحرف اي، مثل عندي كلمة العفو بحرف إل هنا، يعني عندي تضاف فقط إلى الصفات التي تبدأ بحرف إل مثل legal، أنضيف لها illegal. إذن الكلمات التي يعني تبدأ بحرف إل أنضيف لها الإل، فمثلا كلمة legal أصير illegal، فيعني تنفي المعنى مالتها أو تعكس المعنى مالتها. مثلا قانوني راح أصير illegal، غير قانوني. هاي شنية؟ هاي الـL. إذن أنضيف الـL إلى الكلمات أو إلى الصفات التي تبدأ بحرف L. هنا يا أعزائي الطلاب، إلى الكلمات التي تبدأ بحرف L. ثانيا الـR، هاي الـIR، الـIR وين نضيفها؟ نضيفها تضاف فقط إلى الصفات التي تبدأ بحرف R. مثلا عندك كلمة regular، من نضيف لها الـIR راح يصير irregular. اذا هي دشوفون مثل ما دشوفون اعزائي الطلاب، فشي مقارب للكلمة، يعني الكلمة اللي تبدأ بالـL او الصفة اللي تبدأ بالـL نضيف لها IL، يعني فشي مقارب لها تشبهها. اذا legal نضيف لها الـL اصير illegal، اعطتني عكس المعنى. زين، الاي ار او الار تضاف فقط الى الصفات التي تبدا بحرف ار، يعني هنا مشابهه لها. هاي اي ار تضاف الى الكلمات التي تبدا بحرف ار، مثل كلمه ريجولار. ريجولار نريد نعكسها تصير الريجولار، اذا نظامي او منتظم تصير غير نظامي. عندي ثالثا وين نضيف ان؟ الان تضاف الى الصفات التي تبدأ باحد الحروف التالية. شنو ان هذن الحروف؟ اي كلمة واي صفة تبدأ بحرف السي او الدي او الاي راح نضيف لها الان، نضيف لها الان فتعطي معنى معاكس للمعنى الحقيقي مالتها. فمثلا هنا كلمة correct بيش بادية عزيز الطالب؟ بادية بالسي، مثل ما تشوف بادية بالسي، فهنا شو نضيف لها؟ هنا يصير نضيف لها ال؟ لا ما يصير. يصير نضيف لها الاي ار او الار؟ ما يصير. نضيف لها الان. اذا انا قلت لك الان ان ما نضيفها الى الصفات التي تبدا باحد الحروف التاليه اللي هي السي او الدي او الاي. فعندك كلمه correct incorrect dependent بيش باديه؟ باديه بحرف الدي، نضيف لها الان فصير independent. effect العفو هنا عندك efficient، efficient شو نضيف لها؟ بادية بحرف الاي نضيف لها الان فصير inefficient. فالان تضاف الى الصفات التي تبدأ بحرف الاي مثل ما شفت عزيز الطالب، اي او دي او سي. زين، هاي انتهينا من عندها. اما عندك الام، اي ام تضاف الى الصفات التي تبدأ بحرف الام او البي. شنو ان هذين الكلمات؟ شوف عزيز الطالب، كلمة polite نضيف لها شو نضيف لها؟ خلينا نضيف لها ال L لو ال R لو ال N لو ال نضيف لها ال M، حسب كل وحدة لها قاعدة خاصة بها، كل وحدة لها قاعدة حل خاصة بها. إذا نضيف ال M، أعيد عزيز الطالب، نضيف ال M إلى الصفات التي تبدأ بحرف ال M أو ال P. مثلا عندك polite أصير impolite، pure impure، patient impatient، possible impossible، perfect imperfect، moral
immoral. إذن مثل ما تلاحظ عزيزي هنا الكلمات أو الصفات كلها قاعد تبدي بحرف ال P أو ال M. هاي بادية بال P، هاي بال P، هاي بادية بال P، هاي بادية بال P، هاي بادية بال P، هاي بادية بال M. إذن أنا القاعدة مالتي محددة، الصفات اللي تبدأ بال P أو بال M، بال P أو بال M نضيف لها ال M، I M. فpolite impolite طلعت عكس المعنى، مؤدب غير مؤدب، pure نقي impure غير نقي، patient impatient وهكذا بقية الكلمات اللي أنا ذكرتها لك. عندي شواذب هاي القاعدة؟ اي نعم، عدا هاتين الصفتين تشذان عن هذه الصفة، عن هذه القاعدة العفو، عدا هاتين الصفتين تشذان عن هذه القاعدة، الصفتان هما popular وعندي pleasant، يعني على الرغم من احتواء هذين الصفتين على البي فهنا ما نضيف لهن ام، يعني استاذ هذني نحفظهن؟ اي نعم عزيز الطالب هذني احفظهن، هذني احفظ لي اياهن، يعني هذه ما بيها في القاعده، انا القاعده اللي قلت لك عليها هذني الكلمات او الصفات اللي تبدي بالبي او الام اضيف لها ام اي ام ما عدا هالكلمتين يعني اللي هي popular و pleasant. فهي popular نضيف لها يو ان اصير unpopular، pleasant اصير unpleasant. خامسا اليو ان او اليو ان، اما بقيه الصفات والتي تبدا بالحروف الغير مذكوره اعلى، يعني بقيه الصفات اللي ما تبدا مثلا بحرف البي او الام او الاي او الدي او السي او الار او الال، فايش راح نضيف لها؟ راح نضيف لها اليو ان. مثلا كلمه فير اصير ان فير، راح تقول لي استاذ هاي باديه بالاف، يعني الاف لا هو ال باديه بالاف، لا هو ال انا بنضيف لها ال، لا هو F هذا ال F، لا هو صفة بادية بال L على مود تضيف لها L، ولا هو R على مود تضيف لها IR، ولا هو صفة بادية بال E وال D وال C على مود تضيف لها N، ولا هي كلمات بادية بال P أو ال M على مود تضيف لها P ولا على مود تضيف لها M. إذا هذني يعني بقية الكلمات تضيف لها اليو ان، هذن يعني الكلمات بادية او صفات بادية باحرف ما موجودة لا بالقاعدة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، اللي هي fair unfair، healthy unhealthy، usual unusual. هاي ايضا الكلمة healthy بادية بالايش ما موجودة لا بواحد ولا باثنين ولا بثلاثة ولا باربعة، يعني لا بادية بال ولا بادية بار ولا بادية باي او دي سي ولا بادية بي ام، بادية بشنو؟ بادية بالإيج، هاي رأسها مباشرة نضيف لها يو إن حسب هاي القاعدة، واليوجوال أيضا نفس الشيء. سادسا الدس تضاف للأفعال التسعة الآتية، عندي أفعال تسعة، أفعال تسعة هذني عزيزي ركزي عليهم كلش هواية، تسع أفعال نضيف لها دس، شنو إن هذني الأفعال عزيزي الطالب؟ اللي هي لايك أصير دس لايك، أوبي disobey، trust أو trust أصير distrust، appear disappear، please displease، connect disconnect، encourage discourage، agree disagree، approve disapprove. إذن عندي تسع أفعال عزيز الطالب هذني ركزي عليهن أنضيف لهن الدس. هذني ممكن يعني عزيزي يعني من كثرة الممارسة تقدر تحفظهن على مود تعرف ان هذني الافعال انضيف لهن الدس، ما يرهم لهن يعني غير الدس. تمام، عندي مجموعة اسئلة وزارية لازم ناخذهن على مود نعرف احنا نقدر نضبط امورنا 100%. تمام، عندي سؤال رقم واحد، لايك ديسلايك، legal شو نضيف له؟ بادي بالال نضيف له illegal، حسب شنو؟ حسب القاعده رقم واحد، اي كلمه او اي صفه تبدا بالال نضيف لها il. تمام، هذا جانب التمهيدي دور 2014. correct incorrect، encourage شو تضيف لها عزيز الطالب؟ تضيف لها discourage، هاي من ضمن الافعال التسعه اللي هي هذه encourage تضيف لها discourage. تمام، polite impolite، popular شو تضيف لها؟ تضيف لها unpopular، هاي شنو؟ هاي من ضمن الكلمات الشاذة اللي انا قلت لك بيها، على الرغم انه بادية بالبي بس هذه على الرغم انه بادية بالبي بس ما تضيف لها ان،
يعني مو مثل هذه قلت لك انا كل كلمه باديه بالبي او بالام اضيف لها ام، هاي لا، هذني عندك صفتين شاذه باديه بالبي بالبي بس تضيف لها ان، ان بوبولار ان بلاجد يعني يو ان تضيف لها. تمام، عندك فير ان فير، بيشنت ام بيشنت ام بيشنت، ليش باديه باللي ان باديه بالبي. ابروف ديس ابروف، فورتشنيت ان فورتشنيت، هاي ليش تضيف لها ان؟ حسب قلت لك لان هذه الاف ما موجوده لا بالقاعده رقم واحد، يعني ما باديه بال ولا باديه بار ولا باديه اي ولا دي ولا سي ولا باديه بي ولا الام، باديه بشنو؟ باديه بالاف. اذا فورتشنيت اضيف لها يو ان، انفورتشنيت. هابي ام هابي، كوركت انكوركت، ليش تضيف لها ان؟ لان باديه بالسي، قلت لك كل كلمه تبدا بالسي او كل صفه تبدا بالسي او الدي او الاي راح تضيف لها ان حسب القاعده رقم 3، كل صفة تبدي بالإي أو الدي أو السي راح أضيف لها الإن. إذن correct incorrect، healthy unhealthy، moral immoral، لأن بادية بالإم أي كلمة تبدي بالإم راح أضيف لها الإم. polite impolite، expensive inexpensive، لأن بادية بالإي عزيز الطالب أضيف لها الإن. عندك happy unhappy، efficient تصير inefficient، ليش تضيف لها الان عزيز الطالب؟ هذه لين باديه بالاي، اذا حسب القاعده رقم 3 كل كلمه كل صفه باديه بالاي او الدي او سي تضيف لها الان. legal illegal، moral immoral immoral، هذه اضيف لها الام عزيزي الطالب، ليش؟ لان باديه بالبي او الام، هاي باديه بالام حسب القاعده رقم 4، كل صفه تبدا بالبي او الام اضيف لها اي ام. correct incorrect، happy unhappy، هاي الان هابي وين موجوده عزيزي الطالب؟ happy unhappy هاي موجوده ببقيه الكلمات، لان الاتش مو موجوده لا القاعدة رقم واحد، يعني مبادئ لا بالإير ولا بالآر ولا بالإي دي سي ولا بالبي إم. 12 fair unfair، convenient inconvenient، إذا هاي بيش بادية بالسي، هاي ما دام بادية عزيز الطالب بالسي أنا شو راح أضيف لها؟ راح أضيف لها ال ان، راح اضيف لها الان، ليش؟ لان باديه بالسي حسب القاعده رقم 3، كل كلمه تبدا بالسي او الدي او الاي نضيف لها الان. healthy unhealthy، polite impolite، polite impolite، هاي ليش ضفنا لها الام عزيز الطالب؟ حسب القاعده رقم 4، كل وحده تبدا كل صفه تبدا بالبي او الام نضيف لها الام. 16 healthy unhealthy legal illegal، هاي موجودة بحسب قاعدة رقم 1، لأن بادية بالإل نضيف لها إل. happy unhappy legal راح نضيف لها أيضا مثلها مثل قبلها legal illegal، هاي هيتش يعني أخواني الطلاب بهيش صيغة راح تجيك الأسئلة الوزارية، يعطيك فت كلمة ويعطيك كلمة وياها، فيقول لك هاي ايش راح تصير، شو نضيف لها إل أو إن أو ديس، فأنت هاي لازم هذني تضبطهن اللي قلت لك عليه، ان الاضافات تضيف ال او تضيف الار حسب هاي القاعده اللي انا شرحت لك اياها. فوصلنا الى 17 happy unhappy legal illegal، تمام اخذناها. like dislike appear disappear appear disappear، هاي ضمن الافعال التسعه appear disappear، هاي موجوده. تمام 19 عندنا usual unusual patient impatient، ليش نضيف لها ام؟ لان باديه بالبي. 20 الى هنا عزيز الطالب خلاص عندنا درس اليوم.